ليس سائحا أجنبيا هذا الرجل الذي على سيماه خبرة السنين، لكنه مهندس عراقي عاشق لعدن التي يعيش فيها، وتقديرا لهذه المدينة عمل على إصلاح أحد مقدراتها التراثية المهملة منذ عقود. لما انبنت كان موجودة هنا وجبة من العمال اللي يملونها بالقوة عشان تتحرك، عشان يدق الناقوس فيها، كان الناقوس هنا موجود مصنوع من البرونز، انزال هذا. بعدين صارت بالوضع الحالي اللي تشتغل كهربائيا مساعدة دوائر إلكترونية. عدناها لمرتين، أنا شخصيا عدتها، هذه عمل الساعة مرتين. وعادت ساعة ليتل بيشبين للعمل بعد التوقف الطويل، الساعة التي تتوج برجا عمره أكثر من قرن، حيث أنشئ عام 1895 إبان الاستعمار البريطاني كنموذج مصغر للبرج الشهير في لندن. ويقع برج ليتل بيشبين أعلى قمة جبل البنجسار في التواهي، يبلغ طوله 22 مترا ويستند على قاعدة مكعبة طول الضلع الواحد أكثر من 3 أمتار، وها هو اليوم محاط بالزوار ويؤمل أن يستثمر بشكل أفضل سياحيا وللأنشطة الثقافية العامة. هذه المناطق السياحية والأثرية الموجودة في عدن هي تعتبر مناطق مهمة وأماكن يجب الحفاظ عليها واستثمارها والاستفادة منها، لأنها هي تعتبر مواقع جاذبة للسياحة وتساعد في رفض الاقتصاد الوطني. طبعا أحد هذه الأماكن هي هذه كما تشاهدون ساعة بيج بن الصغرى. كان البحارة يعتمدون في توقيتهم على هذه الساعة المضاءة ليلا والمرئية من مسافات بعيدة، حيث تطل من الجهة الشمالية والشرقية على ميناء الحاويات وميناء المعلى التجاري، فيما يطل غربا على ميناء التواهي حيث السفن الراسيات. لا تعود عقارب الزمن إلى الوراء، لكن عودة هذه الساعة تمثل أملا لعودة عدن إلى مكانتها الريادية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.